ايه ده؟ ده انت بتقولي ايه كده؟ بتقولي يا علي يا محمد يا محمد من الصبا محمد الصبا والجمال مطبوعه ادبيه عظيمه لو نفسك الله الله طول عمرك استاذ يا انتوا عارفين بقى معنى ان احنا بنخبط عليه يا محمد يا محمد وما بيردش دي معناها ايه؟ الحاسه الادبيه عندي هنا الشعور نكش في اللاشعور اللاشعور وقال حاجه خطيره جدا مش قادر اقولها لكم ايه هي يا هي كونه ما يردش يا جماعه معناها انه مش هنا الله الله يا سلام عليك طول عمري بقول عليك استاذ وشاعر وعبقري ايه العظمه دي الله يخليك اصل مش عارفه ده خد جايزه نوفل للاخلاق والادب الادب طبعا انا لا انسى لا انسى لا انسى اللي انت قلته لنا في جايزه اسم الله على مقامك اللي هي ده ايوه اللي دخلت بيها اولمبياد سول ايوه اللي هي ايه ايوه اللي هي نواشن يا هيك والشفاري نواشن يا هيك والشفاري يا محمد ايدي ما كانش فيها نواشن يا هيك والشفاري نواشن كمين انت بحجره تستبيح كلهن ثم تخرع كلهن ايوه وتحفرن الهياح ليت ليت كل دح انت معصره تمانحت الاس اس وتحول حالت ايام يا راجل وحد سمعك تعالى ايه ده؟ انا نفسي اكتب مقطوعه الهي ربنا يبارك يا احمى وينور لك طريقك يا منى يا بنت بطني يا رب ينولك كل اللي في بالك وينجحك مين ها؟ الواحد لازم يخاف ولاد الحمار ما خلوش لولاد الحلال حاجة أنا ما كنتش بخاف بحاجة الصلاة كانت زي الزفت النهاردة بالعكس يا قبلتي دي الناس كانت مبسوطة قوي عاجبك يا اختي افكارك اللي زي الهباب دي الواد والبنت والاهل الحارة كلهم علينا اروح انا يا قبلتي مع السلامة يا اختي هوينا السلام عليك يا دولار احلى مخ في العملات واوسخ مخ في التعاملات ليه يا اختي يا اخي سيبهم يتضربوا القلم اللي ما يقفوش منه تاني هتقولي لي القلم اللي ما يقفوش منه ولا ما يعرفوش ايه منه يا جدع انت يا جدع هتجنني الارض دي بتاعت مين انا لا مؤاخذه طول عمري اعرفها خرابه لا نعرف لها اصل ولا صاحب واللي يدور اللي يدور اللي يدور يتعب واللي يسال ما يتوهش طب ما تسال وتدور وتعرف الارض بتاعت مين شخشخ جيبك وانت تعرف صاحبها ميت ولا عايش وكان عايش ساعتها هيجي طربق المرسح ده على دماغهم طبعا والواد يرجع يغني غرابي والبنت ترجع لي وتعمل لها ايه يا دولار؟ اعمل لها؟ لا ده انا اعمل لها فرحة وصباحية وشري كاسة هدية حلاوتك صباح الخير صباح الخير يا فندم فوت علينا بكرة يا سيد هتلاقي كل حاجة جاهزة طب وليه بكرة ما النهاردة أحسن فوت علينا بكرة يا أخويا هو السؤال واحد يا سعادة البيت ده انت باين عليك جيت تتجلزق قول يا أخويا وخلصني أنا كل اللي عايز أعرفه الأرض دي بتاعت مين؟ اكتب طلب على ورقة دم وادخل الأرشيف مضي الموظف المختص وروح الله الله طب ليه ده كله ده أنا مفتح قوي مادام كده خلصني يا أخويا
قلت لي بقى الارض ملك مين؟ الارض دي ملك السيد محمود سليمان، ساكن في 12 شارع المنيرة. تشكر يا اخ. اي خدمة. ايوه يا استاذ. يا استاذ فوت علينا بكره يا اخويا، المصلحه شطبت يا حبيبي. أي خدمة؟ صباح الخير. صباحك فل. محمود دي سليمان موجود؟ البيت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، البيت ما تعيش أنت. مات إزاي؟ ده كان لسه معايا إمبارح. يا فندم. معايا إمبارح. ده مات من 5 شهور يا أستاذ، اصحى. أيوه يا ابني، ما هو الأيام بتجري إمبارح كأنها 15. طب ما فيش حد من ولاده هنا؟ ما فيش غير شوقي بيه. طيب ممكن تقول له ان انا عاوز اقابله؟ اوه نقول له مين يا فندم؟ قول له السيد دولار. نعم سيد دولار. يا ولد سيد دولار، ما تقول استرلين احسن. يا حلاوه يا بقلاوه دولار. استنى عندك دولار. اعمل ايه؟ اتصرف ازاي يا مصطفى؟ ما فيش قدامي غير الفيلا، لازم ابيعها. نفكر شويه. سعادة البيه. تتحل ان شاء الله يا شوقي. تتحل ازاي؟ سعادة البيه. الله، ده البنك لوحده عايز 500,000 جنيه يا مصطفى. نص مليون جنيه؟ الكلام ده ما يتقالش كده. شوف الزفت ده عايز ايه وبعدين نبقى نتكلم. عايز ايه يا غبي؟ يا سعادة البيه، في واحد اسمه سيد دولار ولا مش عارف استرليني، المهم حاجة فيها فلوس كده، فقلت ده ضروري لازم يجيب لك دولار. ايوه. دولار ده ايه كمان؟ دولار دي اظن فلوس، معلومات كده. ما تشوف سي دولار ده عايز ايه؟ دخله قول له اتفضل وانا نازل وراك على طول. اوكي. اي حركة حضرة في المليان. في ايه؟ في ايه؟ انت بان عليك حرامي. بطل قلة ادب يا استاذ. يا سلام. ايوه بطل قلة ادب، انا لا اسمح ولا اقبل. ايوه انا لازم افتشك. تفتش ايه يا ولد؟ حركات إيه الادب دي؟ في ايه؟ اتفضل يا سعادة البيه، عايز يعمل حركات. افندم انا دولار اتهم؟ امال لو كنت ليرة كنت عملته فيا ايه؟ ده انا استاذ جاي اقدم خدمة ببلاش. انا متاسف، ما تزعلش. تعال تعال اتفضل يا استاذ دولار. يا سلام استاذ دولار، يا حلاوه بقلاوه. اكيد الراجل دي يا مضروب يا مزيف.